حلقة جديدة من مدار الغد، طيب الله أوقاتكم. في ظل انتقادات دائمة لدور بعثتها خلال المسار السياسي الانتقالي، هل تقدم الأمم المتحدة جديداً للسودان في الصراع الراهن؟ بهدف إطفاء نيران الحروب وبسط السلام ومن أجل سلامة الإنسان، أقرت بلدان العالم مواثيق ودشنت منظمات تشرف على تحقيق تلك الأهداف وعلى رأسها الأمم المتحدة. وفي السودان كانت المنظمة الأممية تعمل من خلال بعثتين رئيسيتين، الأولى اسمها يوناميس وأنشئت في مارس 2005 عقب اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، وتمثلت مهام هذه البعثة في الآتي: دعم تنفيذ اتفاقية السلام وفي توفير المساعدة الإنسانية والحماية وتعزيز حقوق الإنسان ودعم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. وفي يوليو 2011 أعلن انتهاء مهمة يوناميس ونقلت معداتها وأفرادها إلى جنوب السودان لتنضم إلى مثيلتها هناك. أما البعثة الأممية الثانية للسودان فرأت النور في يونيو 2020 تحت اسم يوني تامس، والهدف هذه المرة هو دعم الانتقال الديمقراطي وحماية الوثيقة الدستورية وحماية المدنيين وبناء السلام. لكن هذه البعثة طالتها انتقادات واسعة، حيث اتهمت بعدم الجدية في تنفيذ مهامها بعد سقوط قتلى خلال مظاهرات مطالبة بالحكم المدني فيما سمي بانتهاك الوثيقة الدستورية. بل وصل الأمر إلى خروج مظاهرات في نوفمبر الماضي تطالب برحيل رئيس البعثة الأممية الألماني فولكر بيرتس بدعوى وقف التدخلات الأجنبية. ومع اندلاع الصراع العسكري الراهن، رأينا البعثة الأممية تسارع إلى إجلاء موظفيها من الخرطوم دون أن نرى للمنظمة الدولية تأثيراً فاعلاً في إقناع الطرفين بالتفاوض أو حتى في رعاية هدنة واحدة من تلك الهدن المتعاقبة. لذلك نتساءل في حلقة الليلة: ماذا فعلت الأمم المتحدة للسودان الجديد؟ وماذا تفعل الآن؟ نرحب بضيوفنا. معنا من القاهرة بهاء عيسى الكاتب والباحث السياسي السوداني، ومن نيويورك السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق، ومن باريس دكتور محمد تورشين الكاتب والباحث السياسي السوداني. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد بهاء عيسى من القاهرة. على المستوى السياسي يا سيد بهاء، ماذا قدمت الأمم المتحدة للسودان منذ 2020؟ مرحبا أستاذ محمد وأستاذ المشاهدين لقناة الغد. الأمم المتحدة ربما تكون يعني أخفقت في إحداث تغيير في السودان، خاصة في دارفور كانت هنالك مشاكل كثيرة، حتى خرجت مظاهرات ومسيرات كبيرة مطالبة بسحب يوناميس من غرب السودان. وأيضا في الخرطوم الآن كان المندوب فولكر يعني أبدأ يعني انحياز لجهات يعني طرف من غير الطرف الآخر، مما أغضب كثير من الأطراف والسياسيين. وكان الأمر لدرجة أن البعض طالب برحيله والبعض طالب يعني في يعني تعديات كثيرة، أن حللوا دمه أن يقتل. فكانت هذه إثارة
لمشاكل كثيرة جدا في السودان. هذا الأمر يعني في السودان كان يعني بصورة واضحة أن الأمم المتحدة لم تغير أي شيء في خارطة السياسة السودانية، لا بانحياز لا لوقف إطلاق النار ولا بسحب قوات معتدية على مدينة الخرطوم. فكان فولكر يعني تصريحات ومن دون أي يعني تأثير في الواقع السوداني السياسي. كل الأطراف السياسية كانت يعني تقف يعني ضد فولكر، لأنه كان بصورة يعني واضحة كان ينحاز لأطراف، ربما يكون هذا الانحياز أحدث يعني تنافر من فولكر. فالأمم المتحدة يعني حتى الآن يعني لم تدخل في السودان بصورة يعني قوية. يعني هذه المؤسسة العالمية يعني لها تأثير كبير جدا في السياسات الدولية، وأيضا في الخلافات التي تحدث بين الفينة والأخرى في بعض الدول التي تحدث فيها حروب. طيب طبعا للتأكيد يعني نحن نتحدث عن دور الأمم المتحدة السياسي في السودان، لأن ربما على صعيد المساعدات والإغاثات والدعم الصحي هناك جهد محمود لهذه المنظمة وغيرها في السودان، يعني إنما نحن نتحدث عن الدور السياسي في وقت الأزمات. سعادة السفير مسعود معلوف من نيويورك، كيف تقيم دبلوماسيا سعادة السفير، كيف تقيم سياسيا إخفاق الأمم المتحدة في تحقيق أي إنجاز سياسي في السودان؟ أولا تحية لك أستاذ محمد، تحية للضيفين الكريمين وللمشاهدين الكرام. طبعا لا شك أن الأمم المتحدة منظمة عالمية تضم جميع دول العالم، ومن هذا المنطلق نتوقع منها الكثير، خاصة عندما تحصل أزمات ومعارك مثل ما يحصل حاليا في السودان. من الناحية الإنسانية طبعا هنالك إمكانية للأمم المتحدة للقيام بما يمكن أو بما يجب القيام به، ومن الناحية السياسية لكي ننظر إلى ما يمكن أن تفعله الأمم المتحدة في السودان، علينا أن ننظر إلى ما هي الوسائل التي تملكها الأمم المتحدة لتغيير الوضع في السودان من وضع متأزم عسكريا إلى وضع إلى السلم. ما هي وسائل التي تملكها الأمم المتحدة؟ لا تملك كثيرا من الوسائل لوقف إطلاق النار، أتحدث من الناحية السياسية طبعا، إذ أن كل ما تستطيع أن تفعله قبل أن نصل إلى مجلس الأمن هي دعوة، كما فعلت أكثر من مرة حتى الآن، دعوة القوى المتصارعة إلى وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات. في حال لم يقبل الفريقان بهذا بوقف إطلاق النار، ماذا تستطيع أن تفعل الأمم المتحدة سوى اتخاذ قرار من مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة وبإرسال قوات إلى هناك؟ وهذا ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الذي يمكن تحقيقه بسرعة. أي أن الأمم المتحدة حتى الآن، غوتيريش بنفسه الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية وأيضا مع الوحدة الأفريقية، منظمة الوحدة الأفريقية، نادى بكثير عدة مرات بوقف إطلاق النار وشجع على ذلك وحذر كثيرا من أين يمكن أن تصل إليه السودان من أزمة فعلا قوية جدا، وربما ستمتد هذه الأزمة إلى الدول المجاورة خاصة فيما يتعلق باللجوء السياسي. ولكن طالما أن الأمم المتحدة ليس عندها وجود عسكري فعلي بقرار من مجلس الأمن وبموافقة الدول 15 دون أي نقد من أي دولة،
طالما أن ذلك غير موجود فإن سلطتها على الأرض لوقف القتال لتحقيق أي سلام أمر صعب جدا، إذ أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي قد تمكنها من الوصول إلى إيقاف هذه العمليات العسكرية القائمة. نعم. طيب دكتور محمد تورشين من باريس، لماذا وضع الكثير من السودانيين يا دكتور محمد علامة استفهام ضخمة للغاية بجانب اسم رئيس البعثة الأممية للمسار الانتقالي فولكر بيرتس؟ في البداية التحية لك ولكل السادة المشاهدين الكرام أهلا بك. ولضيوفك الأكرم. أنا في تقديري الأزمة في السودان هي أزمة معقدة جدا، وتتداخل فيها الكثير من المعطيات السياسية مع المعطيات الاجتماعية ومع المعطيات والتأثيرات القوى الإقليمية والدولية. لذا دور البعثة الأممية جاءت إلى السودان وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وهي معنية بدعم الانتقال المدني والديمقراطي في السودان، وجاءت كإحلال أو كبديل لبعثة اليونامت التي ظلت تعمل في دارفور وسط الفصل السابع في نعم، عملية فرض السلام وحفظ الأمن والاستقرار. لا عذرا على أنا في المقاطعة تقديري يا دكتور محمد، فقط للتوضيح لمن يتابعني، يعني يوناميت كانت يعني مختلفة بعض الشيء عن البعثتين الأخرتين للسودان، يعني يوناميت أصلا كانت قوات حفظ السلام وكانت بالاشتراك مع الاتحاد الإفريقي في الأساس، يعني صحيح؟ بالضبط، هي اتفضل. قوات نطاق عملها في دارفور نعم ومهمتها حفظ الامن او فرض الامن بين المدنيين، نعم ولا يمكن ان تكون هنالك بعثتين في السودان. فبالتالي السودان طلب من تحديدا عبد الله حمدوك طلب من الامم المتحده ومجلس الامن الدولي بانهاء تفويت مهمه اليونامت والاستعانه ببعثه دعم الانتقال المدني في السودان بقياده فولكر بير. نعم فبناء على هذه البعثه التي وصلت إلى السودان مؤخرا الكثير من علامات الاستفهام حولها، وهذه علامات الاستفهام تقدير الكثير منها يأتي في إطار المكايدة السياسية وفي إطار المكر السياسي، بقدر ما أنه كان ربما السلطات السودانية عندئذ بقيادة عبد الله حمدوك ترى بأنه كان من الإمكان تنفيذ اتفاقية جبل السلام، لا سيما الجزء المرتبط بتكوين قوات مشتركة لحفظ الأمن والاستقرار في دارفور، فبالتالي لا وجود أو لا أهمية فعليا لليونامي. أنا في تقديري الآن البعثة مؤخرا اللغط او علامات الاستفهام حولها اصبحت كثيره، لماذا؟ لانها متهمه بالانحياز لدى قوى الحريه والتغيير او دعم المواقف السياسيه عكس القوى الاخرى كالكتله الديمقراطيه او بعض القوى السياسيه الرافضه حتى للعمليه السياسيه المطلقه، وراينا فولكر كثيرا يحاول ان يفرض هذا الواقع على هذه القوى نقطة السياسيه كذلك مهمة بعدوان. يا دكتور محمد، اسمح لي يعني عذرا مرة أخرى للمقاطعة، لكنها أيضا نقطة مهمة، يعني هذه اللجنة أصلا هدفها دعم المسار الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين، صحيح. فمن الطبيعي ومن البديهي أن تدعم المكون المدني، صحيح؟ والكتلة الديمقراطية أيضا مكون مدني، حتى يكون المشاهد في الصورة، نحن لا اتفضل. نتحدث عن مكون عسكري. في السودان توجد عدد من الكتل الديمقراطية، المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير هو يضم عدد من الأحزاب كحزب الأمة كحزب كبير وعدد من الأحزاب الأخرى. في الاتجاه الآخر هنالك أيضا قوى مدنية تسمي نفسها بالكتلة الديمقراطية نعم برئاسة أو بزعامة الحزب نعم نعم الديمقراطي الأصل نفهم، وحتى نوضح الأمر أيضا للمشاهد، هناك كتلة ربما تدعم المكون العسكري في هذا في رؤيته للمسار الانتقالي، وهناك كتلة أخرى تدعم المكون المدني، صحيح؟ وهنا أستاذ أصل محمد، الخلاف هو في يعني. أنا في تقديري تفضل. المكون العسكري من الذي دعمه ومن الذي هندس له المشهد السياسي؟ أليس قوى الحرية والتغيير في دعمها وتأييدها للمؤسسة العسكرية والحديث عن الشراكة الجاذبة وأنه نموذج منفرد ونموذج مميز في أغسطس 2019؟ أنا في تقديري الكتلة الديمقراطية هي متهمة، بل هي متورطة تماما في دعم انقلاب 25 أكتوبر، لكن هذا لا ينفي أنها صفت إنها هي قوة فاعلة ولديها جماهيرها ولديها امتداداتها ولديها أنصارها بأي حال من الأحوال. فعندما تكون البعثة الأممية في مثل هذه الظروف الشائكة والمعقدة تنحاز لطرف عكس الطرف الآخر، أنا في تقديري هذا هو أيضا له دور كبير جدا في تفجير الأوضاع الحالية، باعتبار أن فولكر ضغط على كل الأطراف بما في ذلك هنالك أجسام محسوبة على الأخوان المسلمين كالمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية، وقعت على الاتفاق الإطاري فقط من أجل منح هذا الاتفاق الإطاري شكل من الشرعية وشكل من الاعتراف الدولي. في الاتجاه الآخر
نسى او تناسب ان هنالك قوه حملت سلاح وقعت على اتفاقيه جبل السلام، وهذه الاتفاقيه بكل نصوصها تؤكد بانها هي تعلو على الوثيقه الدستوريه او على الاوضاع الدستوريه باي حال من الاحوال. نعم. وبالتالي هذا جعل المشهد السياسي محتقن، لا يمكن الوصول باي حال من الاحوال الى تفاهمات، فبالتالي حصل الخلاف الذي الان نرى اثاره في الشاشه. فانا في تقدير البعثه الامميه كان يمكن ان تلعب دورا افضلا، لكن انا لا اتفائل كثيرا بهذه الادوار. راينا الدور الاممي في اليمن ماذا اثر، راينا الدور اليمني الاممي في سوريا كذلك في ليبيا لم يحقق شيء، فبالتالي هذا نتيجه لطبيعه عمل لم يحقق البعثه شيء. لا الامميه. اسمح لي يا دكتور محمد، لم يحقق شيء نتيجه صعوبات أم عن تعمد؟ نتيجة الصعوبات، وهذه طيب الجزئية التي أود الإشارة إليها. طيب باعتبار أن أشكرك الأمم أشكرك المتحدة وكذلك الدولي به تعقيدات لا تسمح بأن تكون هنالك حرية لعمل البعثات بشكل كبير جدا. أشكرك. طيب سيد بهاء عيسى من القاهرة، لماذا مثلا في أزمة السودان في مساره الانتقالي قبل أزمة الاقتتال لم نلحظ تعاونا من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي؟ رأينا ذلك التعاون يثمر من قبل، رأيناه في الصومال مثلا، هناك قوات حفظ السلام في الصومال، رأيناه ربما في مالي. لماذا لم نشهد هذا الزخم من التعاون لإيقاف القتال في السودان؟ هذا من ضمن الأخطاء التي وقعت فيها الأمم المتحدة وربما أيضا الاتحاد الإفريقي الذي لم يكن جادا في المشكلة السودانية، وأيضا عدم توافق الأطراف جميعها في العملية السياسية. وفولكر أيضا لم يقوم بتغريب وجهات النظر لكل القوى المحلية الإقليمية أو القوى الداخلية حتى تكون هنالك كتلة موحدة من ضمنهم حاملي السلاح الذين وقعوا اتفاقية جوبا، وأيضا الأحزاب الأخرى التي لم تشارك في هذه المشاركة، لم تشارك في أي شيء في السياسة، بل كانت رافضة وكانت مبتعدة عن من سياسة فولكر الذي لم يفلح في ضم كل الأحزاب أو كل الأطراف المتخالفة. فهذا ربما يحدث هذا التغارب ل جهة معينة، ربما يحدث مشاكل فيما بعد إذا تمت الموافقة على المدنية في السودان. فكل الأحزاب التي لم تشارك ستكون معارضة، وسيحدث بلبلة كبيرة جدا كما حدث في الفترة الانتقالية السابقة حتى جاءت حتى جاء الانقلاب في وقت كان الخلاف فيه على أشده، وكان الشارع السوداني يغلي من هذه الأحادية في الحكم. فكانت هنالك كما يسمونها أربع طويلة هي التي كانت تتحكم في كل السياسة السودانية، فكان الأمر لابد أن يكون هنالك مشاركة من أطراف كل الأطراف السودانية. وهناك أطراف كثيرة جدا في السودان ربما لو تجمعت كلها فستحدث تأثير كبير جدا في السياسة السودانية التي ستؤدي إلى المدنية بصورتها المطلوبة. فهذا الأمر إذا كان الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة سعت إليها وتوحدت كل هذه الأطراف في بوتقة واحدة سيكون هنالك النجاح حليف المدنية في السودان، وستستمر الفترة الانتقالية بصورة مرضية، بصورة يريدها الشعب السوداني الذي استمر في المسيرات المليونية لأكثر من 4 شهور، كل بعد يوم كانت المسيرات تخرج في السودان مطالبة بالمدنية، وليس هنالك أطراف سعت لهذا الأمر بجدية. طيب سعادة السفير مسعود معلوف من نيويورك، حضرتك أوضحت لنا أنه ربما ليس بالإمكان أفضل مما كان، هكذا فهمنا منك في مداخلتك الأولى حين قلت ماذا تملك الأمم المتحدة من وسائل حتى ننظر فيما أخفقت وفيما وفقت. طيب تملك مجلس الأمن كما أشرت حضرتك،
وإن مجلس الأمن حتى الآن رغم دخول القتال في السودان أسبوعه الثالث لم ينعقد من أجل السودان إلا جلسة واحدة، وغلبوا عليها الخطابة والأحاديث يعني والتصريحات، وانتهت بدعوة الطرفين إلى وقف القتال. هل تعتقد أن هذا أمر كاف؟ لنبدأ بالتوضيح بأن من أهم أدوار الأمم المتحدة من الناحية السياسية وليس من الناحية الاقتصادية والثقافية وغير ذلك من المهمات، من الناحية السياسية من أهم أدوار الأمم المتحدة هو حفظ الأمن في العالم. وطالما أن المعارك ما زالت دائرة ودخلت في أسبوعها الثالث في السودان، هذا يعني أن هنالك فشلا في مهمة الأمم المتحدة تجاه السودان. هذا أمر لا يدعو للشك. الأمم المتحدة كان من المتوقع ومن واجبها أن تسعى إلى حل هذا النزاع، وحتى الآن لم نجد الحل على الأرض. هل هذا يعني أن الأمم المتحدة قصرت في مهماتها أو أنها لم تتمكن؟ صحيح أن مجلس الأمن لم ينعقد حتى الآن إلا مرة واحدة ووجه نداءات ولم يقم بأي عمل فعلي، ولكن علينا أن نتذكر أن مجلس الأمن مؤلف من 15 دولة، وأية من هذه الدول تستطيع أن تدعو مجلس الأمن للانعقاد لاتخاذ قرارات حاسمة تجاه السودان. وفي حال لم ينعقد مجلس الأمن فالتقصير عائد للدول التي تشكل مجلس الأمن أكثر مما هو عائد للأمم المتحدة بنفسها، لأنها كما قلت سابقا ليس لديها الوسائل، هي تنفذ ما تقرره الدول. من الناحية الإنسانية عندها صلاحيات كثيرة للقيام بكثير من الأعمال الإنسانية ولمساعدة في مسألة، وهي ناجحة في ذلك بمناسبة سعادة السفير، يعني على المستوى الإنساني ناجحة. نعم، لم تنجح كثيرا في ذلك ولكن قامت ببعض الدور، ولكن هنا نستطيع أن نلومها إن لم تنجح، ولكن في الشق السياسي في عدم تحقيق وقف إطلاق النار، في عدم تحقيق حل سياسي لأزمة السودان، هنا نلوم الدول التي تؤلف الأمم المتحدة أكثر مما نلوم الأمم المتحدة وحدها، لأنها في نيويورك الأمم المتحدة الاجتماعات هي اجتماعات الدول، وعلى الأرض لا يستطيع مكتب الأمم المتحدة بما يملكه من جهاز مدني من تحقيق السلام، من وقف إطلاق النار، أكثر من دعوة الأفرقاء، التحدث مع كل من الفريقين، مع الجنرال البرهان ومع الجنرال حميدتي، أكثر طيب من ذلك. اسمح لي سعادة السفير، يعني أريد فقط أن أتأكد أني أفهمك بالشكل الصحيح، يعني في هذه النقطة أنت تقول لنا لا نوجه لوما إلى المنظمة الأممية بل نوجه اللوم إلى الدول الأعضاء في هذه المنظمة. العالم كله تقريبا في هذه المنظمة، العالم كله تقريبا في الأمم المتحدة، أكثر من 190 دولة، واتفق هذا العالم على إيجاد آلية ما تدير هذه المنظمة. هذه المنظمة لها إدارة ولها وجهة نظر، تؤتمر في بعض الأحيان لقوى عالمية لا تخطئها العين، نعلم ذلك، إنما في إدارة لهذا الكيان، لهذه المنظمة. المهمة الأولى حفظ الأمن على كوكب الأرض بالمناسبة، يعني حفظ الأمن، صحيح؟ ألا تعتقد أن هذه الإدارة أخفقت؟ صحيح، فعلا أخفقت، هذه الإدارة أخفقت في حفظ الأمن، لأن المعارك كما سبق وقلت ما زالت دائرة. ولكن إذا كانت المعارك ما زالت دائرة، كيف تستطيع الأمم المتحدة إيقاف هذه المعارك دون إرسال جيوش لفرض وقف إطلاق النار؟ أرسلت من قبل. طيب، أرسلت من قبل سعادة السفير، رأينا قرارات لمجلس الأمن ورأينا جيوش تتحرك وقواعد تتحرك. يعني لا أريد أن أهول الأمر أو ندعو لتدخل خارجي في السودان طبعا، يعني لكن الفكرة باختصار، إذا ما أراد المجتمع الدولي شيئا ينجزه، هكذا عهدناه. صحيح، لا أريد أن أظهر بمظهر المدافع عن الأمم المتحدة وأقول أن لا يمكنها أن تفعل أكثر من ذلك، وحتى ربما لو أرسلت جيوش
إلى السودان لوقف إطلاق النار ربما لن تنجح. نعرف جيدا من جنوب لبنان ماذا يحصل بين لبنان وإسرائيل، وقوات حفظ السلام يونيفيل موجودة هناك هناك يعني. منذ عام 78. يعني الأمر ليس بهذه طيب السهولة، طيب أي أنه في حال لم يكن على الأرض هنالك إرادة نعم يصعب طبعا من الخارج فرض الإرادة طبعا على الشعب وعلى المتخاصمين. طبعا. هذا ما وسيادتك أود. وسيادتك طبعا سعادة السفير بتقصد بمفردة الجيوش تقصد قوات حفظ السلام يعني صحيح؟ نعم. طيب أشكرك دكتور محمد ترشين من باريس. البعثة الأممية الثانية للسودان التي بدأت في 2020 بعثة فولكر بيرتس أهدافها دعم الانتقال الديمقراطي، حماية الوثيقة الدستورية، حماية المدنيين، بناء السلام. وبعد تقريبا يعني سنتين ونصف أو سنتين يعني وشهر أو شهرين وصل السودان إلى اقتتال داخلي. أين الخلل؟ أنا في تقديري الخلل في الوثيقة الدستورية الأولى التي تم توقيعها في أغسطس 2019، والخلل كان واضح في كل النصوص لا سيما النصوص المرتبطة بالشراكة بين القوى المدنية وكذلك المكون العسكري عندئذ اللي هو الجيش والدعم السريع، وكذلك الفترة الانتقالية. كانوا يتحدثون عن فترة انتقالية طويلة جدا، 4 سنوات طويلة حذرنا من ذلك، تحدثنا عن ينبغي أن تكون الفترة الانتقالية عامين من حكومة سودانية من الكفاءات الوطنية من الثنورات، ومن بعد ينبغي أن تكون هنالك انتخابات حرة ونزيهة. كلمة الانتخابات هذه القوة السياسية شبه حذفتها من قاموسها السياسي، لا تتحدث عنها كثيرا، فبالتالي هنا الإشكالية. بالتالي ونتيجة للأطماع، أطماع القوى المدنية التي تتحدث عن مدنية دون انتخابات، ويمكن في الحكم المدني أن تكون هنالك ديكتاتورية، فينبغي الإشارة إلى الانتخابات. وفي إطار رغبتها المستمرة في السعي والسيطرة على السلطة ورغبة المكون العسكري عندئذ أيضا بالاستفراد في السلطة، حدث الاحتكاك وانقلاب 25 أكتوبر. وبعد إذن الآن رأينا نتيجة لرغبة كل طرف في الاستفراد وحكم البلاد بالرغم من في الشعب السوداني، حدثت هذه المواجهات، بالرغم من أن المواجهات طابع انقلابي، قوات جزء من القوات المسلحة. هناك يا دكتور محمد هناك في السودان من يسمي ما تسميه أنت انقلاب 25 أكتوبر يسميه قرارات 25 أكتوبر يعني للتوضيح يعني. هؤلاء هم من دعموا هذا الانقلاب، انقلاب 25 هذا رأيهم يعني، هذا رأيهم، هذه وجهة النظرين، هذا مسارهم السياسي. تفضل. هذه هي الإشكالية أستاذ محمد المغرب، يعني إحنا عندما نتحدث عن قوة سياسية سودانية لا تهتم كثيرا بفكرة أن تكون هنالك انتخابات حتى تصل إلى سدة الحكم بتفويض وشرعية شعبية، هذه هي المشكلة. الكتلة الديمقراطية هي من دعمت وهندست وبررت لهذا الانقلاب، وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الآن هي تسعى لإقصائهم وأقصتهم من الاتفاق الإطاري، وبالتالي الآن نرى الحرب بتدور رحاها في شوارع الخرطوم نتيجة للانسداد الذي حدث في الأفق السياسي. وبالتالي كان ينبغي للبعثة الأممية بقيادة فولكر أن تقرب وجهة النظر، أن تضغط على القوى المدنية ضغط قوي جدا، وأن تضغط على القوى العسكرية حتى يتم التوصل إلى تفاهمات منطقية تنقذ المسار الانتقالي. لكن الآن المسار الانتقالي الآن قرق تماما، بل البلاد مؤهلة أن تكون في أتون حرب أهلية مفتوحة. طيب بعد الفاصل نتساءل، إذا لم تكن الأمم المتحدة نجحت على المستوى السياسي في السودان الجديد، طيب وإذا كان للأسف الشديد وصل السودان إلى ما وصل إليه منذ أسبوعين تقريبا وهي فكرة القتال الداخلي بين أقوى كتلتين عسكريتين داخله، ما الذي يستطيع أن يقدمه الآن المجتمع الأممي للسودان؟ بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في مدار الغد، ونجدد ترحيبنا بضيوفنا من القاهرة بهاء عيسى الكاتب والباحث السياسي السوداني، ومن نيويورك السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق، ومن باريس دكتور محمد ترشين الكاتب والباحث السياسي السوداني. أهلا بكم من جديد سيد بهاء عيسى من القاهرة. إذا لم تكن الأمم المتحدة نجحت في شيء سياسي مع السودان في الماضي، الآن ما الذي تستطيع أن تقوم به للسودان؟
نعم، الأمم المتحدة يمكنها أن تقوم بأدوار أكثر من ذلك بكثير. يمكنها أن تحشد قوى إقليمية ودولية لاستتباب الأمن في السودان، أو فصل القوات، الفصل بين القوات بتكوين قوة مشتركة من دول العالم لن تعتدي عليها الطرفان نسبة لحساسية الموقف. قوات حفظ السلام، الأمم يعني المتحدة لديها هذه فقط يعني قوات حفظ السلام. هذه كلمة يجب أن يعني توضح في حديثنا، لأن بالتأكيد ليس هناك من يدعو إلى إرسال جيوش إلى السودان بالتأكيد، لأن هذا أمر في منتهى الخطورة. نعم. نتحدث عن قوات حفظ السلام. نعم كما تفضل، كما تم في دارفور. نعم، فهذا الأمر يعني يمكن أن يتم في فترة يعني يتفق فيها الطرفان، والآن يعني الطرفان أقرب إلى وقف إطلاق النار أو أقرب إلى التفاهم أو التفاوض وإحداث تغيير على أرض الواقع. الطرفان يعني هذه الهدنة السادسة التي تبدأ من اليوم لمدة 3 أيام. نعم. هذا الأمر يعني يشير إلى أن الطرفان في حاجة إلى هدنة أو إلى وقف إطلاق النار، خاصة الدعم السريع الذي أصبح في وضع يعني سيء جدا في الآونة الأخيرة نسبة لعدم وصول الإمدادات إليها، وأيضا ضرب مغاراتها كلها. فأصبح الجيش الدعم السريع الآن في الحواري وفي الأزقة. نعم. يعني يقومون يعني اعتداءات على المحلات وعلى البيوت وعلى الأفراد لإيجاد يعني حلول لحكاية التموين وأيضا البنزين والذخيرة. فهذا الأمر يعني ظاهر أن هنالك يعني دور بسيط من الأمم المتحدة يمكن أن يكون هنالك حل وسط للجميع. طيب سعادة السفير مسعود معلوف، دبلوماسيا سعادة السفير، يعني هل تستطيع الأمم المتحدة أن تدعو طرفي الصراع في السودان إلى طاولة لديها للتفاوض؟ هل هذا وارد؟ الأمر وارد، ولكن الأمر مرتبط بموافقة الفريقين على ذلك. لقد دعت دول كثيرة، منها دولة السودان الجنوبي دعت الفريقين، كذلك المملكة العربية السعودية دعت الفريقين. أنا ما أعتقد يمكن أن تفعله الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ما تفضل به الضيف الكريم من القاهرة، هو ربما العمل مع دول لها تأثير على الساحة السودانية، لها تأثير على كل من الفريقين المتحاربين. المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية لها تأثير، لها علاقات جيدة ومقبولة مع الفريق حميدتي، مع الطرفين دعنا نقول، ومع الطرف الآخر أيضا، ولكن بصورة خاصة هي لها أيضا تأثير على الجنرال حميدتي. من جهة ثانية القاهرة، مصر لها تأثير إذ لها علاقات، وقد ساعدت الجيش السوداني في السابق، وكان لها فريق عسكري يساعد في تدريب الجيش السوداني. قد يكون لها تأثير جيد على الفريق أول البرهان. من هذا المنطلق مع الطرفين أيضا يعني أيضا. نعم. يعني أيضا الكل يحافظ على يكون له علاقات مع الطرفين الآن. صحيح، ولكن نعم. بما أن لهم هذه الدول لها تأثير على الطرفين. نعم. أعتقد أن الأمم المتحدة تستطيع أن تتعاون مع هذه الدول الثلاث لإيجاد صيغة حل ربما تكون مناسبة للفريقين لإنهاء هذا العمل. هذا تستطيع أن تفعله الأمم المتحدة بما أنها فشلت حتى الآن كما نرى على الأرض من تحقيق مثل هذا الحل، ربما عن طريق دول أخرى، دول لها تأثير على فريق أو على الفريقين. هذا أمر محتمل حصوله إذا قامت الأمم المتحدة بمساع مع كل من المملكة العربية السعودية ومع دولة الإمارات العربية ومع مصر. في حال حصل ذلك، في حال تمكنت هذه الدول الثلاث برعاية من الأمم المتحدة التي هي تمثل جميع دول العالم، في حال تمكنت هذه الدول الثلاث من إيجاد صيغة قد تكون موافقة
قد يوافق عليها الفريقان، ربما قد نصل إلى حل، ويكون تكون هنا الأمم المتحدة قد لعبت دورا وإن لم يكن الدور الأساسي في حل هذه المعضلة. الأمر نعم. يتوقف في النهاية على الفريقين المتخاصمين على الأرض ومن يستطيع أن يؤثر عليهما. نعم دكتور محمد ترشين من باريس، قلت لنا إنك لا تتفائل عادة بدور للأمم المتحدة، وضربت أمثلة لنا، قلت يعني انظر ماذا قدمت الأمم المتحدة لليمن، لسوريا، للصومال، لمالي مثلا. يعني هل تعتقد أن الأمم المتحدة لا تنشغل كثيرا بفكرة أفريقيا ولا والعالم الجنوبي؟ لديها اهتماماتها، لديها أوكرانيا ربما، لديها ما تريده الولايات المتحدة والقوى الكبرى. هي الفكرة أعمق من هذا بكثير، باعتبار أن الأمم المتحدة وبالأخص مجلس الأمن الدولي هو المعني لحفظ السلم والأمن الدوليين. في تركيبته ال 15 دولة، الخمس دول فقط صاحبة التأثير، نعم، اللي هي التي تمتلك النقد الفيتو. فإذا نظرنا إلى ديناميكيات الصراع الآن في أفريقيا أو في العالم عموما، نحن نتحدث عن قوة مثل روسيا والصين وتمتلك هاتان القوتين حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي، يتحدثون عن نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. فهذا النظام بالتالي لديهم آلياتهم ولديهم وسائلهم لتحقيق ذلك النظام. الآن في الحرب الجارية في السودان، الموقف الأمريكي بالرغم أن أمريكا تزعى وتتحدث عن وقف إطلاق نار ومباحثات وضغط على الإيجاد وكذلك على الرباعية الدولية من أجل تحقيق موقف على أرض الواقع مرتبط بوقف إطلاق النار، لكن لا تخفي أيضا تخوفها من وجود فاغنر، ولاحظنا ذلك أثر بشكل مباشر في تغيير أو تفاعل الولايات المتحدة وتحمسها إزاء القضية أو إزاء الأزمة في اليوم الأول، عندما تحدثت صحيفة واشنطن بوست بأن فاغنر متورطة في هذا الصراع لصالح الدعم السريع، وذلك معلوم لدينا قبل تصريح واشنطن بوست، لأن فاغنر لديها تعاون وعمل مشترك مع قوات الدعم السريع في أفريقيا الوسطى وتحاصر الحركات المناوئة للنظام أفريقيا الوسطى. فهذه التعقيدات بلا شك تنعكس على عمل الأمم المتحدة. وما الهدف بالمناسبة دكتور محمد؟ اسمح لي، يعني حين حضرتك تقول لنا الآن إن فاغنر متورطة في دعم فصيل على حساب الجيش في السودان، طيب ما الهدف؟ الهدف بلا شك الروسي لديها أطماع في السودان وساعد لتحقيق أطماع هذه منذ فترة طويلة، عندما ذهب الرئيس المخلوع عمر البشير وطلب حماية روسيا ولم تستجب روسيا بالقدر الكافي، وكذلك عندما سقط النظام ولاحظنا أن هنالك عناصر من فاغنر عملت على تغيير محتوى الثورة. هل تريد روسيا عودة البشير مثلا؟ لا، روسيا تسعى لتحقيق مصالحها بعيدا عن البشير، والذي طيب يحقق مصالحها الان في السودان هو محمد حمدان دبلو، لا المؤسسه العسكريه ولا القوى المدنيه، باعتبار القوى المدنيه لديها تواصل مع المجتمع الغربي، فبالتالي الاقرب لها محمد حمدان دبلو. في ابان الازمه الاوكرانيه الشهيره ذهب محمد حمدان دبلو والكل كان يقاطع روسيا، فهذا يعكس لك طبيعه ديناميكيات الصراع موجوده في المنطقه وفي افريقيا بشكل عام. فضلا عن ذلك عنصر الذهب واليورانيوم، روسيا طواقة والآن تحمي اقتصادها بهذه الاقتصاديات المرتبطة بالذهب، والسودان من أهم الدول الأفريقية المنتجة للذهب ويمتلك احتياطيات ضخمة جدا من هذا الذهب، والآن كل مناجم الذهب في يد قوات الدعم السريع، فبالتالي من الطبيعي جدا أن تتحالف فاغنر أو روسيا وتتحالف الإمارات مع الدعم السريع. فهذه المعطيات ستشيل تماما عمل الأمم المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تدعم وضع يشكل خطر استراتيجي على توجهاتها ومحددة سياساتها الخارجية بأي حال من الأحوال، فبالتالي الآن الولايات المتحدة الأمريكية في حيرة في أمرها، هل تحاول أن تفرض واقع جديد بتغيير القيادات الحالية؟ الآن هنالك بعض التنازعات لو تطرح على العالم تتحدث عن إبدال القيادات الحالية العسكرية لا سيما بفرض عقوبات ويبعدهم من المشهد السياسي، باعتبار أن هؤلاء يشكلون تهديد حقيقي للمصالح الغربية. وعندما أتحدث عن المصالح الغربية أتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي، في الاتجاه الآخر هنالك مصالح روسية صينية حاضرة في المنطقة، حاضرة في كل أفريقيا، فبالتالي هذه العوامل كلها تجعل عمل الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن الدولي في شبه شلل تام. وكذلك طيب بنرى الآن الإدارة الأمريكية حاولت أن تستغل نفوذها ودورها بمحاولة التواصل طيب مع إسرائيل للتوسط أو الإيجار أو الاتحاد الأفريقي طيب وما إلى ذلك. فهذه الجزئية التي كنت أود طرحها. طيب سيد بهاء عيسى من القاهرة، لدي سؤال افتراضي يا سيد بهاء. إذا ما افترضنا أن مجلس الأمن انعقد بالفعل
أخذ قرارا لوقف القتال وسيرسل قوات لحفظ السلام ولمتابعة تنفيذ هذا القرار بوقف القتال في السودان. هل تعترض أن أحدا من الخمسة الكبار سيعترض على قرار كهذا؟ ربما تكون هنالك دول حتعترض، الصين مثلا، روسيا، وهذه الدول لديها طبعا حق الاعتراض، الفيتو، فربما هذا الأمر يشهد في داخل مجلس الأمن. الحل الذي ممكن يقوم به مجلس الأمن هو أن يكون هنالك توافق تام بين كل الأعضاء، خاصة الأعضاء المؤثرين في الأمم المتحدة الخمس. هل رأيتوه من قبل اتفقوا على شيء واحد توافقا تاما؟ لم يتم ذلك إطلاقا. طيب هذا صعب للغاية يعني. تفضل. لم يتم ذلك. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يكون لها تأثير وأن يكون لها دور يعني انفرادي مع بعض الدول الأوروبية في التأثير على الوضع في السودان، خاصة الطرفان لديهم يعني وزن لدى الولايات المتحدة ولديها اعتبارات كثيرة جدا للولايات المتحدة، ولكن مجلس الأمن والأمم المتحدة يعني هنالك تعقيدات في إصدار القرارات. يعني بل الأمم المتحدة كان مجلس الأمن كان بالإمكان أن يفرض بند عقوبات أو البند السابع الذي يعني يلزم الأطراف كلها بالخضوع لهذا الأمر، ولكن القرار أن يصدر هناك صعوبات. أعتقد كبيرة أن هذا البند السابع سيتباهى هو بين الدول، أعتقد يعني لست متأكدا في حقيقة الأمر، أعتقد أنه بين الدول ويعني نعم. أعتقد أن البند السابع هو بين الدول وليس داخل دولة واحدة. ابقى معنا سيد بهاء. موافقة الأعضاء في نعم ابقى نعم. معنا وتكرمت. سعادة السفير مسعود معلوف، صحيح يعني فكرة أيضا أن تدخل مجلس الأمن بالقوة لإحلال سلام يكون بين الدول؟ صحيح، نعم، هو بين الدول عند يتدخل مجلس الأمن بناء على البند السابع من نظام الأمم المتحدة، ولكن في هذه الأحوال إذا كانت، ما أعتقده أنا شخصيا طبعا، إذا كانت أي مبادرة سيتخذها مجلس الأمن بالنسبة إلى الحرب في السودان، إذا كانت المبادرة مصدرها الولايات المتحدة نظرا لما نراه حاليا في العالم من خلاف وخصام قوي جدا بين الولايات المتحدة من جهة، مع الصين من جهة ثانية، وخاصة مع روسيا بسبب أوكرانيا من جهة ثالثة، فإن أي مبادرة تتخذها أو قد تتخذها الولايات المتحدة أعتقد أنها سترى اعتراضا من الصين ومن روسيا من الاثنين أو من إحداهما، وأي مبادرة قد تتخذها إما روسيا أو الصين فإنني لا أشك أن الولايات المتحدة قد تعترض عليها. لذلك أعتقد أن الأفضل في مثل هذه الحالة أن تتخذ المبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة وأن يعرضها على الدول. ربما في مثل هذه الحالة قد يتفق الجميع عليها، ولكن نظرا للخلاف القوي القائم بين أكبر ثلاث دول في العالم في داخل مجلس الأمن، وكل واحدة من هذه الدول لها حق الفيتو في مجلس الأمن، فإنني أرى أنه من الصعب أن يتخذ مجلس الأمن قرارا إجماعيا بالنسبة إلى السودان، خاصة وأن دولا مثل روسيا ومثل الصين لها مصالح معينة في السودان، وكما تفضل الضيوف الكرام سابقا بأن الذهب بصورة خاصة يهم كثيرا روسيا ومنظمة فاغنر التابعة لها، لأنها تساعد روسيا على استخراج الذهب والتهرب من العقوبات المفروضة عليها من دول الغرب ومن الولايات المتحدة بصورة خاصة. لذلك أرى أنا أن بعض الصعوبة في أن يستطيع مجلس الأمن أن يتخذ قرارا إجماعيا بالنسبة إلى إرسال قوات إلى السودان لوقف إطلاق النار بالقوة، وعندما نرى أن هذا العدد الكبير من السفارات الأجنبية الموجودة في السودان سواء من دول غربية أو من دول أيضا صديقة للسودان تنسحب، وعندما نرى هذا
الكم الهائل من المقيمين في السودان الأجانب من هذه الدول التي تسعى إلى إجلاء مواطنيها من السودان. هذا يدل أو بالأحرى هذا مؤشر على أن هنالك معارك، توقع باستمرار المعارك، هنالك توقع بحصول حرب. ونرى من معظم وسائل الإعلام التي تتحدث عما يحصل في السودان أنها في معظمها تستعمل كلمة حرب أكثر مما تستعمل صراع على السلطة أو خلاف بين هذا الفريق وذاك. يعني كلمة الحرب أصبحت كلمة منتشرة لدى معظم وسائل الإعلام. والانسحاب من السودان، سواء انسحاب الرسمي من السفارات وحتى من الأمم المتحدة أيضا، من مكاتب كثيرة للأمم المتحدة، وإجلاء المواطنين الأجانب من السودان، كله مؤشر برأيي أنا على استمرار المعارك وعلى ربما تطورات غير إيجابية أخشى أن تكون سيئة جدا جدا للسودان وربما للدول المجاورة. هذا عدا عن الحديث عن عشرات وربما مئات آلاف اللاجئين إلى الدول المجاورة. أشك كثيرا بأن أي حل لن يكون قريبا، بأن أي حل، لا أعتقد أن هنالك حلا قريبا سيحصل للسودان، سواء من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأفريقي أو من أي منظمة أو دولة أخرى. طيب، ستفرض مثل هذا الحل أو ستؤثر على وصول مثل هذا الحل إلى السودان. نعم دكتور محمد ترشين من باريس، يعني بعد هذا الحوار يعني على مدار ساعة تقريبا، نعتقد أن النتيجة الآن هي لم يكن هناك دور للأمم المتحدة في السودان على المسار السياسي أو على المستوى السياسي، ويجب علينا ألا نتوقع دورا فيما هو قادم من المنظمة الأممية للسودان على مسار السياسة، صحيح؟ وللبعثة الأممية المعنية بدعم الانتقال المدني الديمقراطي بقيادة فولكر بيرت كانت لديها أدوار لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال، لكن ما يعاب عليها هذه الأدوار أنها منحازة لقوى الحرية والتغيير، وهذه أنا في تقديري أسهم في تعقيد المشهد السياسي. وكان ينبغي أن يكون فولكر بيرت لديه أدوار أو أوضح من ذلك، تسعى بشكل أو بآخر لدعم فكرة الانتقال المدني في السودان بدون الانحياز لأي طرف من الأطراف. فإذا كان الوضع قبل اندلاع الحرب كان بهذه الأدوار المحدودة أو الأدوار المنحازة، فما بالك الآن اندلعت الحرب وأصبحت المعارك، المعطيات كلها تغيرت، التحالفات تغيرت، الواقع تغير تماما. وبالتالي أنا في تقدير الأدوار للأمم المتحدة ستكون أكثر صعوبة، وذلك يعود لطبيعة طرفي الصراع. طرفي الصراع الآن في كل التصريحات وفي كل البيانات يتحدثون على ضرورة أن يكون الحكم حكما عسكريا، بالرغم من أن هنالك تجاوب من قبل الهدنة التي يتم إطلاقها سواء كان من البعثة أو كذلك من الإدارة الأمريكية، فقط استجابة لمحاولة عكس الصورة بأن المؤسسة العسكرية أو الدعم السريع هو مستجيب للرغبات والإرادة الدولية فقط، حتى لا يضع نفسه في تصنيف بأنه هو رافض لمسألة السلام أو قضية التحاور وكذا. لكن فعليا الطرفين عازمين أن يكون الحسم عسكري، وهذا ما يعقد المشهد كثيرا. وأنا في تقدير فكرة التفاوض حتى نكون أكثر موضوعية، سواء كان في العلوم السياسية أو في العلوم العسكرية، لا يمكن أن تتحقق ما لم يكون هنالك طرف منتصر انتصار واضح يدعى إلى تعزيز هذا الانتصار عن طريق المباحثات أو عن طريق طاولة المفاوضات، وهنالك طرف آخر خطر. ربما أيضا هذه النقطة يا دكتور محمد بين الدول، لا ليس داخل الدولة الواحدة. يعني في حديثنا يا محمد لو بتتذكر أستاذ محمد المغربي في مناقشة أزمة أثيوبيا أكدت على هذه الجزئية، أبي أحمد لم يستجيب لفكرة المفاوضات إلا بعد حقق هزائم كبيرة اتجاه جبهة التيغراي، والتيغراي لم تستجيب لفكرة المباحثات إلا عندما خسرت. فالوضع مختلف تماما على المستوى النظري، يمكن أن نقول هذا على مستوى الدول، لكن على أرض الواقع لدينا نموذج، النموذج الأثيوبي هو قريب، وكل المعادلة كانت بنفس هذه العقلية. أشكرك. لكن هذا اعتقاد، لكن نتمنى أن يكون الواقع أفضل وأن إن شاء الله استقرار والسلام إن شاء الله. دكتور محمد ترشين الكاتب والباحث السياسي السوداني من باريس، وسعادة السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق من نيويورك، والسيد بهاء عيسى الكاتب والباحث السياسي السوداني من القاهرة، شكرا جزيلا لكم. إذن انتهت حلقة الليلة من مدار الغد، التغطية مستمرة، فابقوا مع الغد.